جرائم حرب وممارسات لا إنسانية، بهذه الكلمات نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإقدام جنود تابعين لما يسمى بالجيش السوري الحر على إعدام جنود عزل من الجيش السوري في بلدة سراقب على بعد 40 كيلومترا جنوبية مدينة حلب. وقالت المفوضية في اجتماع لها الجمعة بمقرها بمدينة جنيف السويسرية بأن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب على الأرجح. الناطق باسم المفوضية قال بأن هذه الجريمة تندرج للأسف في إطار سلسلة طويلة من عمليات الإعدام التي أقدمت عليها قوات المعارضة ضد جنود من الجيش السوري وجماعات الشبيحة. وقد تناقلت مواقع الانترنت شريط فيديو يظهر مقاتلي المعارضة وهم بصدد ركل وضرب حوالي 10 من الجنود العزل كانوا مستلقين على الأرض قبل أن يطلقوا النار عليهم بشكل مكثف. المفوضية أكدت في المقابل أن فصائل المعارضة وقوات الجيش السوري على حد سواء متورطون في عمليات تعذيب وأعدام تعسفية بحق مقاتلين عزل من الطرفين.